أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير، وأهلا بكم في برنامج فنة الأسفار. اليوم راح نتكلم عن سنة البحر اللي تكلمنا عنها في حلقة ماضية، وراح نتكلم عنها بعد في حلقة ثانية، لأن سنة البحر هي عبارة عن القواعد والقوانين اللي تحفظ الحقيقة حقوق طبعا البحار والنوخذة ومالك السفينة، وبعد لكل هاي الأطراف عليها واجبات. هناك كذلك من الآليات أن يسمح لهذا البحار بنوع من التجارة البسيطة والجزئية، أن يشتري مجموعة من البضائع يبيعها ويسوقها في الدول التي يزورها، من حقه من حقوق أسرتها وورثته بعد ذلك أن على النوخذة أن يبيع هذه البضائع، لأنه يرجع عليها قد تفسد ولا تكون لها قيمة ويخسر الورثة، وعليه أن يبيعها ثم يحضر هذه. هذا جانب. لو حدث المرض هذا البحار في الهند، فمسؤولية البحار وواجب من حقوق النوخذة البحار معالجة ذلك البحار والصرف على علاجه، وإذا اضطر النوخذة للسفر لمصلحة عشان ما توقف عمل السفينة عليه أن يترك له ما يصرف عليه، وعليه من يعتني به أو أن يجهز له رحلة وتكاليف سفر حتى يعود إلى الوطن. هذه كلها من ضمن حقوق البحارة. الحق الآخر حق السفينة وحق النوخذة على البحار أن يشتغل بكل أمانة، أن يحافظ على السفينة، على ممتلكات السفينة، على الأرواح الموجودة في السفينة. هذه من ضمن الأمثلة ما يتعلق بالبحار. أنا لي أول سفرة في 53 في فتح الرحمن دومي إلى بمبي، حملين تمر بالنول زهد يسمونه، ناخذ لنا 15-20 يوم 25 يوم على الدرب للنصل. لكن أول اللي يخوف كان البحار، ما اللي جايب التمر، جايب التمر، جايب الغاز، جايب الطحين، وجايب العيش، يعني مزود بيته كله من هالدخل هذا، من يعني من السفينة هذا. أنت في خوفه كان 10-12 يوم 15 يوم يزودون عيالهم يعني بالمصاريف اللي هذاك، يبيعون الغاز، كان يبيعون البوط 3 ربيات، من استريب البصل بربيتين اللي يبيعونه بالبلاد 3 ربيات. البحار الهابريو الجيد، هابريو هو فاهم كل شيء، ما له بس إلا البحار وبس، لازم بحار يتعلم كل شيء، ما بتبدون بحار أنت، لا يتعلم كل شيء، تعلم السكان، تعلم الديرة، تعلم كل شيء. كان يختارون انهم هذين اولاد بحر، يعني فاهمين حق البحر. اول زمان اول كانوا يروحون الغوص، ومن بعد ما انقرض الغوص هذا ابتدوا يسافرون بالسفن، عنده خبره على خدمه بحر وهذا، لكن هو راعي بحر يعني يعرف حق البحر، يعني مو بس من هب وده بيجي، لا انه ريال ود بحر ويسافر وغير ذلك، وهذا بعدين يركب الدجاج وغير ذلك. كثير وايدين منهم كان علي حسن وحسن المله، يعني فيه كذا عدة ناس، أغلبهم يعني يمكن 80-90% كلهم ركاب الدقال، يعني لا سمح الله مضايق أو مريض وغير ذلك، كلهم بهم، حتى النوخذة هو يواسي، فهو لما يشوف النوخذة يواسي ترد معنويته، يعني لو كان هذا يحس بمعنوية قوية ويصير. في الحقيقة سنة البحر تتضح أكثر بعد ما يجرب الكثير من النواخذ البحارة يوم يترددون على الباطنة، مثل صحم وصحار ومصنعة، ويرجعون مرة ثانية ويقيمون في الحقيقة البحار.
طبعا يعتبر السفر الشراعي من بين ابرز ملامح الحياه الاقتصاديه في المنطقه، وخاصه صحار وصور هي المراكز التي كانت معروفه بنشاط السفن الشراعيه في عمان. قديما طبعا قبل ظهور النفط كانت المنطقه تعتمد اعتماد كليا فيما يتعلق بتموينها، وحتى على مستوى المداخيل التي كانت تحصل عليها السكان في المناطق الساحليه كانت تاتي من خلال السفر الشراعي. طبعا العمانيون على طول الساحل من ظفار الى راس مسندم برعوا في مجال السفر الشراعي، وذكرت كتب التاريخ وصولهم الى اصقاع الدنيا كالصين ومنطقه جنوب شرق اسيا وشرق افريقيا من باب اولى طبعا، والهند ومناطق الخليج العربي. نقل العمانيون من خلال هذه الاسفار الكثير من البضائع، سواء كانت بضائع للاستخدام المحلي في عمان او للاستخدام في مناطق اخرى في منطقه الخليج العربي، فقد كانوا يمثلون عصب نشاط الحركه الملاحيه في منطقه الخليج العربي بحكم الخبره المتراكمه لديهم منذ الاف السنين. النسوان البحرية يتبعونهم من البيوت يصبون وراهم ماي، معناتهم ان الماي قبل ما ينشف الماي يكون يردون من السفر، فيتبعونهم بساميلهم بخبزهم بأشياء اللي مسوها لهم السفر اللي حد البيت النخوة هناك، وادعوهم ركبوا في المشوى البحرية، ركبوا النخوة جروا سروا المحمل ركبوا ركبنا سافرنا نبو مثلا الباطنة لتحميل حطب، لأن زمان أول حطب أخود ما مش غاز ما غاز وغاز وشو اللي أخود جميع العالم جميع الناس على الحطب السدر والسمر، فنسافرنا بالباطن ناخذ الباطن يومين ثلاثة أيام طبعا دومي نسير خضرة نسير مثلا بدام حمال حطب. هذا أولاد المشوة يعني أول البوم المشوة صغيرة يلاحظ المشوة يسوي مياليفة يجيب شاهي يسوي النوخة غير ذلك، يعني كانوا هذين أولاد مشوة، وعلي إبراهيم إسماعيل هذين أولاد مشوة انقل يعني تقريبا ما يقرب من حوالي 20 نفر تنقلنا حاجة في مشوة كبيرة في مشوة صغيرة اسمعني إيه. والله انه كان ولاد ما شيء ودوا لي صغير عمري يعني 15 سنه 10 سنوات 20 سنه شذفت ولاد ما شو يعني ما شو ودي البحر البحار تقربوا اذا جو البحريه نزلوا البحر تقربوا لهم ما شو البحر اكو يقول البحريه كم جو يلا قربوا ما شو قربوا ما شو لهم انت من ما شو لا لو زاروا فانيله. السكونية بعد في مدينة خرفكان كانوا متميزين، منهم العم المرحوم عبد الله شاهين طبعا الرئيسي اللي تميز بحنكته في عملية قيادة دفة السفينة، وهو والد في الحقيقة يوسف عبد الله شاهين الرئيسي أبو نوح، وبعد كان في نفس العائلة طبعا العم موسى شمس الدين كان قيادي وسكوني من الدرجة الأولى ومعروف عند الكثير من النواقضة. أعزائي المشاهدين راح نروح فاصل قصير، انتظرونا بعد الفاصل راجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا وياكم مرة ثانية وراح نكمل الكلام حول سنة البحر
أي بعض المعلومات الخاصة في سنة البحر ومدينة خورفكان. على التجار بالخوف كانت كان كلايان بعد التجار ما عندهم شيء كاكلات صغار صقف مال 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 حطب مال العون وما حطب حيد حاجة عبد القادر المشتغل حاجة احمد حسن عبد الغني ابراهيم القواضي الوالد عبد الميرزا عند الدكان يعني احمد بن حسن شيخ عبد الحسن الله يرحمه شانه يعني الامام مال المسايد هنا تم لنا 10-12 يوم نواصل السفر نسير الحين. وهني أحب أني بعد أوضح للكثير من جيل اليوم وبعد جيل المستقبل بأن في خورفكان في الحقيقة قبل الخمسينات ظهر الكثير من الشخصيات. من أبرز الشخصيات اللي ظهرت في مدينة خورفكان وعلى أيام الغوص وبعد في السفر الشراعي قبل النواقضة في فترة في الحقيقة الخمسينات والستينات هي شخصية العم المرحوم أحمد حسن عبد الغني الحمادي اللي لعب دور كبير في عملية تجهيز وأيضا تأهيل الكثير من البحارة وفي نفس الوقت هيئ الكثير من عملية التجارة لأنه كان هو في الحقيقة تاجر ليمون وغليون ومعروف في سلطنة عمان والبحرين والسفينة يوم تتجهز كان وجهته في الحقيقة إلى هاي المناطق في البداية وبعد ذلك تمر على البصرة وغيرها. أول نحن من هني نسير عمان يشل مثل يعني غاليون ولا لومي ولا شيء عمان كل عمان طرحني لكن في الباطنة تبع عمان من الشحار والخابور والسويخ وغير هذا يعني نسير نشيل حطب ونشيل لومي ونشيل تتل من عند من الغرفة من كلبة من البقرة زين إلى البحرين إلى الكويت. الحطب طبعا هناك مكسوس شكيك شكيك صغار صغار يحطونه جريب البحر يسمونه منيال اذا وصل محمل عدال البلاد نزل ناخذه بحريته قاموا يوزنون الحطب نهار وزن نهار ثاني وزن نهار اذا كودوا ابتدوا البحريه ينقلونه على تشوفهم من المنيال هذا فوق السيف للمشوه المشوه يسمونها القارب يعني زمان هذا المشوه تودي للبوم البوم هناك في ناس هذا اللي يحملون هذاك ناس يصفون داخل انت مثل 10-12 يوم 13 يوم 15 يوم على هذا الحال بعد هذا ناخذ ندعون مال السعف النخيل نفرش على الحطب من فوق حتى لو كانوا يدوسون البحريه يركضون عليه يأثر الشوك في الجولات فرجعنا ثاني مره للخور. يتعلق بالبضائع طبعا هناك في بضائع مصدره في بضائع مستورده من بين البضائع التي كان يصدرها العمانيون من المنطقه الى مناطق اخرى سواء الى شرق افريقيا او الى الهند او الى غيره كان السمك المجفف وكما ما يعرف بالقاشع
فقد كان عليه طلب متزايد سواء كان في مناطق من الهند أو في شرق أفريقيا. كذلك كانت هناك منتجات زراعية وكان على رأسها الليمون المجفف والذي كان يصدر بشكل خاص إلى مناطق الخليج العربي وشرق أفريقيا. امتلك العم أحمد رحمة الله عليه الكثير من السفن، لكن أبرزها هي سفينة من نوع البوم، طبعاً اسمها مقبل، والسفينة الثانية من نوع البغلة واسمها المعدي. هاي السفن يتذكرها أهالي مدينة غورفكان، والدليل على ذلك بأن تشارك في فترة لاحقة مع العم المرحوم عبد الله علي أحمد المنصوري في بوم مقبل، وهناك الكثير من الوثائق وملكية نقول البوم أو قول البوم موجودة وتلاحظونها الآن على الشاشة، وهي تدلل بأن هناك نواخذة من الصف الأول القديم ونواخذة بعد ذلك ظهروا في الخمسينات، لأن العم أحمد ولد في عام 1920 وتوفي رحمة الله عليه في عام 1971 ميلادي. شخوص الملاحة البحرية هم النوخذة والبحار والتاجر بالإضافة للسفينة طبعاً. هذه أن تؤول السفينة إلى شخص ما، أما بالشراء أو بالوراثة أو بالتصنيع المباشر. طبعاً هذه أن تؤول السفينة إلى شخص ما بعد شخص هي أما بالبيع والشراء أو أنه ورث عن والده وبدأ يستخدمها. أنا عدل في البوم بوم فتح الرحمن سنة 1950 وصرح بركان أول بوم 40 نفر بحرية. هل 40 نفر يأخذون 400 نفر في البلاد، اللي عنده أم واللي عنده أبو واللي عنده خاله واللي عنده عمك من الله مع البحر، ما ممكن طبيعي. غورفكان من استوت ليومك هذا ما صار عليها أيام قحط. القحط عم كل مكان في جو من الباطنة، جون من رأس الخيمة، من كل مكان للصفر. كالحمد لله غورفكان ما تأثرت بشيء. بالرغم من وجود النظم والقواعد التي نظمت العمل الجماعي على سطح السفن الخشبية السفارة بشكل عفوي وغير مخطط لها وغير مكتوبة، إلا في بعض رزنامات النواخذة الكبار في الخليج العربي بشكل عام وإمارات الساحل بشكل خاص، إلا أنها ساهمت في نجاح السفر الشراعي وحفظت الحقوق لجميع الأطراف بكل موضوعية وشفافية. فلم يوجد في أدبيات النواخذة والتجار والبحارة وباقي طواقم سفن الخشبية الصفارة أي من سوء نية على سطح تلك السفن أو تباين في المصالح والأفكار، فالجميع كانوا سواسية في تطبيق سنة البحر رغم محدودية تعليمهم، مما ساعدهم في نهاية الرحلات البحرية السنوية على تنظيم العمل فيما بينهم وخلق نظام اجتماعي متكامل طوال فترة السفر الشراعي الذي امتد 60 سنة في بعض مدن الإمارات مثل رأس الخيمة والشارقة وغورفكان. ولم يستطع أحد فك رموز سنة البحر حتى يومنا هذا، لأن النية كانت أصيلة زرعها الآباء والأجداد على حب الخير
ومبدأ التكافل والتعاون وإنكار الذات والاحترام المتبادل والإيمان بالله تعالى وتطبيق مبدأ العقيدة الإسلامية التي كانت حاضرة على سطح تلك السفن كالصلاة والصوم والإيمان بالقدر خيره وشره. حطتنا في الحقيقة ودشتنا في برنامج فنة الأسفار كانت من مدينة خورفكان إلى المحطات الثانية، وهذه نقطة مهمة لازم يعرفها جيل اليوم وبعد جيل المستقبل، بأن مدينة خورفكان كانت محطة ترانزيت للكثير من البلدان اللي تردد عليها النواخذ الكبار السفارة، إن كان إلى عمان أو الخليج مثل البحرين والكويت أو البصرة أو بمباي، حتى السواحل الشرقية لأفريقيا مثل لامو ومنباسا وزنجبار. إحنا مع هذه المعلومات نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.